وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من أنه قد يرى بعض الناس أن الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، بل قد يظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس وإنما هو شيطان. قال: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرء هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة. قال رحمه الله: ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.